استاذ معوض اسماعيل باشا، اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ منورنا ومنور فضفضه مع روبير يا فندم. منور بوجود حضرتك وبوجود ضيوفك الكرام، الاستاذ جمال استاذنا كلنا طبعا، واستاذ الدراما في مصر، والاستاذ نهاد حبيبي يا معوض، من المنتجين الكبار والمنتجين الفنيين الكبار اللي انا يعني كان ليا الشرف ان انا اشتغلت معاهم هما الاثنين طبعا يعني. حبيبي معوض اسماعيل، انا اعرفك والاساتذه يعرفوك، نبذه صغيره في خلال 60 ثانيه، مين هو معوض اسماعيل وعمل ايه؟ مشهور قوي، ولن اعيش في جلباب ابي، خد بالك. ها بالظبط كده. ابتدي وانا بفكرك عشان لو نسيت يعني. كنت عامل شخصيه معوض وعملت لن اعيش في جلباب ابي، كنت عامل عبد الوهاب الصغير وزو صغير، ودي الحاجات اللي هي وانا صغير يعني. وطبعا عملت حاجات الحمد لله كتير جدا، واشتغلت لما كبرت بقى مع الاستاذ جمال في العندليب، واشتغلت عملت فيلم ايوتي يعني، عامل الحمد لله عامل سي في كويس يعني. بوجي وطمطم، ايه بوجي وطمطم ده؟ ايه؟ بوجي وطمطم؟ بوجي وطمطم كان في بوجي وطمطم مع الاستاذ رحمي الله يرحمه. طبعا الله يرحمه. معوض دلوقتي احد المخرجين المهمين في فعلا احد فعلا. المخرجين المهمين الجداد. ربنا يخليك يا استاذ جمال، احنا تلاميذ حضرتك. طيب معلش فرصه، واحنا فضفضه واحنا ما فيش عندنا يعني، ما احنا بنحب ننكش في كل حاجة ونعرف أصلها. الأساتذة بيحكوا لي حكاية غريبة قوي دلوقتي، بس أنا مصدقها لأن هم قامات كبيرة قوي. قال لك دلوقتي النجم ممكن يمشي المخرج، يمشي مدير إنتاجي، يمشي المصور. ده صحيح؟ ولو صحيح احكي لي حلها إيه يا ريس. والله هو احنا على ما تربينا، والأساتذة الكبار ربونا زي الأستاذ جمال والأستاذ حسام الدين مصطفى والأستاذ أحمد توفيق، احنا عارفين دايما إن المخرج هو رب العمل، وهو اللي ليه الامر والنهي زي ما بيقولوا في اللوكيشن، لان هو في الاخر هو اللي بيبقى مسؤول عن الصوره النهائيه اللي بتطلع للمشاهد. هو اللي شايل الليله بالبلدي، لما بيطلع الصوره النهائيه بتطلع فيها اي ديفو او فيها اي مشاكل اللي بيتحاسب المخرج. يمكن انا بعتبر شويه المخرج بيبقى زي الجندي المجهول، لان اوقات كتير لما العمل بينجح بينسب للنجم بتاعه، لكن الفشل لما بينسب للمخرج. ففكرة التدخل في عمل المخرج اعتقد ان هي بتبقى شويه قله خبره، سواء بتبقى من المخرج نفسه او بتبقى قله خبره من النجم صاحب العمل او من الانتاج نفسه او المنتج نفسه صاحب العمل. تمام. طيب تحب تقول ايه استاذ جمال؟ بقاله فتره متغيب علينا ومش عارف هو بيتقل ولا ايه. واستاذ نهاد برضو تقول لهم ايه؟ والله انا احب اقول للاستاذ جمال، انت وحشتنا وحشنا شغلك وحشتنا اعمالك، وبعدين انا عايز يعني عايز يمكن مش ناس كتير تعرف ان الاستاذ جمال غير ان هو مخرج، وهو كمان يعني مونتير، وغير ان هو مونتير فهو كاتب شاطر جدا، فهو من نوعيه المخرجين اللي ملمين بالشغلانه يعني. احنا بنقول دايما لما المخرج بيبقى فاهم في تفاصيل الشغلانه، سواء في كتابه او في صوت او في صوره او في تصوير، بيريح اللي قدامه، سواء مدير تصوير او مدير اضاءه او مهندس صوت، بيريح اللي قدامه. فالاستاذ جمال من القله القليله جدا اللي بتبقى فاهمه في كل تفصيله صغيره، حتى في المزيكا بيفهم كويس قوي في المزيكا، فبيبقى عارف المزيكا تنزل امتى، عارف المزيكا دي هل نوع المزيكا ده ينفع ولا ما ينفعش. فالاستاذ جمال قامه من القامات الكبيره جدا. وحشتنا انت واعمالك، وحشتنا بصماتك اللي لسه ولا زلنا بنتعلم منها حتى هذه اللحظه. واستاذ نهاد طبعا يعني برضه وحشنا شغله، وحشنا اعماله الكبيره والنجوم اللي كانوا بيقدموها لنا، سواء الكبار او الوجوه الجديده اللي كانوا بيقدموها للساحه الفنيه كلها. احنا شاكرين لحضرتك مداخله قيمه، وبرضه ان شاء الله هتبقى معانا ونتكلم عن المخرجين الشباب وبيعملوا ايه في الساحه الفنيه. شكرا يا فندم. ان شاء الله، ده شرف ليا انا، ومرسي جدا ان انتوا اتاحتوا لي الفرصه ان انا اكلم الاستاذ جمال والاستاذ نهاد. مرسي لكم جدا. شكرا. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. كل سنه طيب، وبالتوفيق يا حبيبي. بالتوفيق.